في معرض الكتاب الدولي الكويتي حاليا تواجد العديد من الشخصيات المشاركين في هذا المعرض. فاليوم معنا ضيفتنا هي زميلة وأديبة ويعني مثقفة من الطراز الرفيع جدا. اليوم راح نتكلم معها حول جائزة جدا مهمة للأدباء. معنا دكتورة حنان الفياض، مستشار إعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. راح نتكلم عن هذه الجائزة أكثر من بعد هذا الانترو. الدكتورة حنان أحمد الفياض، أستاذة الأدب العربي في جامعة قطر، والمستشار الإعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، كاتبة قطرية وشاعرة وروائية وإعلامية، وتعتبر من أوائل الإعلاميات القطريات أطلت من خلال شاشة تلفزيون الريان منذ تأسيسها. وللدكتورة حنان بصمتها من خلال مجال الأدب، وأيضا جهودها من خلال البحوث العلمية ورأيها الأكاديمي والعلمي من خلال القضايا المجتمعية. الدكتورة حنان الفياض الحاصلة على بكالوريوس في الآداب والتربية من كلية التربية في جامعة قطر، وماجستير ودكتوراه في النحو والصرف من كلية دار العلوم، وفي رصيدها الكثير من الإنجازات على صعيد الكتب مثل إصدار النحو وتأويل الشعر، قراءة في شعر مانع العتيبة، ورواية لا كرامة في الحب، في حين شاركت في تقديم مجموعة من الأبحاث العلمية منها دراسة نحوية دلالية في شعر مبارك بن سيف آل ثاني، والبحث العلمي أثر السياق اللغوي عند عبد الرحمن العشماوي وغيرهما. كما شاركت في العديد من المؤتمرات منها مؤتمر التعليم الجامعي العربي، آفاق الإصلاح والتطوير في جامعة عين شمس، ومؤتمر الهوية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر الدكتورة حنان الفياض من الوجوه النسائية الخليجية البارزة بحضورها الملفت والمحفز والمتمكن في قضايا مجتمعها. ما شاء الله، يعني سي في زاخر وحافل بالإنجازات وبكل ما يدع يعني المرأة في القيادة الخليجية. أنت مفخرة لكل مرأة خليجية. وطبعا في البداية ودي أتكلم معاك عن معرض الكتاب الكويتي، شلون شفتي هذا؟ أول شيء طبعا أشكركم شكر جزيل على هالكلام الجميل، وسعيدة جدا بوجودي طبعا في بلادي الثانية الكويت، وسعيدة أن أكون معكم في هذا البرنامج اللي له سمعته واسمه وشهرته. طبعاً إحنا بنتكلم عن معرض الكتاب. معرض الكتاب هو بصراحة أنا أشوفه أنه اللي يتابع معرض الكتاب في الكويت السنة هذه والسنوات اللي قبلها راح يكتشف فعلاً إيش قد كان دور الكويت الريادي في الجانب الثقافي على مستوى الخليج العربي، ايش كثر هو تمخض عن انتاج على يعني الى انتاج جيل من المثقفين اللي فعلا قاعدين يقودون المشهد حاليا. كان شيء جميل جدا ان انا اشوف في دور النشر كلهم شباب كويتيين، ويمكن بعد بالنسبه لي يعني كوني امراه كان من اجمل ما رايت المراه الكويتيه. مش مجرد مسوقة للكتاب في دار النشر ولا مجرد مستهلكة، لكن امرأة يعني تناقش بوعي قيمة الكتاب، يعني تقف في هذا المكان يعني تحرض على القراءة. صحيح. تحرض بوعي. بصراحة كان مشهد جدا جميل وكنت مبهورة فيه جدا. وأنا سمعت يعني قبل هالسنة هذه عن هذا الحراك في معرض الكويت الدولي للكتاب، بس أنا هالمرة شفته بعيني يعني فكنت منبهرة جدا. كروائي أو كاتب وروائية أو كاتبة، شو اللي ممكن يبحثون عنه في أي معرض ممكن أنهم يشاركون فيه بشكل عام؟ طبعا هو أكيد ما في مجال محدد يعني الروائي أو الكاتب هو بيبحث عنه، يعني أكيد الروائي بيقرأ في كل شيء. هو هذا المفترض يكون طبعا. صحيح. إن اللي راح يتصدى لمجال الرواية أو لمجال الأدب هو المفروض ما يأسس نفسه في مجال الرواية أو في مجال الأدب بس، لأنه هو لازم يأسس نفسه فكريا.
وينضج فكريا قبل أن يبدأ يعني أن يكتب في مجال الأدب. قبل البدء في الكتابة في مجال الأدب يجب أن ينضج الإنسان فكريا. نعم. طبعا النضج الفكري هذا يعني يتوقف عليه أمور كثيرة، أهمها القراءة في مجالات الفكر. صحيح. في الكتب الفكرية، الكتب الفلسفية، في أي مجال مختلف ممكن ينمي قدراته العقلية. نعم. طبعا من أهم الجوائز الأدبية والعلمية الخليجية والعربية جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. قبل أن نتكلم عن هذه الجائزة خلينا نشوف هذا التقرير. التعارف والسلام. تهدف الجائزة إلى الإسهام في رفع مستوى الترجمة والتعريب وتكريم المترجمين وتقدير دورهم عربياً وعالمياً. وقد أخذت على عاتقها منذ عامها الأول تشجيع الترجمة من اللغة العربية وإليها بأكثر من لغة، فكان اختيار لغة عالمية كل عام إلى جانب اللغة الإنجليزية. فاختيرت اللغة التركية في الدورة الأولى، ثم الإسبانية في الثانية، والفرنسية في الثالثة. كما أدرجت في الدورة الثالثة 5 لغات شرقية، وهي الصينية واليابانية والفارسية والأردو والملايو، وذلك تعزيزاً للتواصل بين الثقافة العربية وثقافات الشرق المختلفة. هذه الجائزة ومشروعها حيوي مهم في نقل أفكارنا وما تنتجه الأجيال، سواء كان في الماضي أنتجته في الماضي أو ما هو منتج في أيامنا هذه، لنقله مترجما إلى الأمم الأخرى. جزى الله الأمير الوالد خير جزاء على هذا المشروع الذي سينال منزلة تاريخية مهمة في تاريخ ثقافتنا. دكتور، شفنا هذا التقرير، طبعا دائما الجوائز المهمة تنطلق من فكرة. تفضلي. صحيح. طبعا تسأل عن فكرة تأسيس جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. طبعا الجائزة مثل ما أنتم شايفين هي جائزة متخصصة في مجال الترجمة، وكلنا يعرف يعني دور الترجمة التاريخي في نهضة العالم، ما نقول العالم العربي ولا العالم الإسلامي، لكن هو العالم الإنساني بشكل عام. حتى في فترة العصور الذهبية، في فترة انتعاش الحضارة العربية والإسلامية، كانت الترجمة أحد أهم الأسس التي بني عليها المشهد الثقافي والمشهد العلمي. طبعا فكرة تأسيس جائزة الشيخ حمد جاء من هذا الجانب، من جانب بعث الروح من جديد في حركة الترجمة لتؤدي الدور نفسه الذي كانت تؤديه في أيام العصور الذهبية من تاريخ الدولة العربية والإسلامية. نعم. هل شنو الهدف اللي ممكن يكون من وراء هذه الجائزة؟ طبعا هي عدة أهداف، مش هدف واحد. من هذه الأهداف تكريم المترجمين وتقدير دورهم. المترجم يقوم بعمل شاق جدا في مجال الترجمة. نعم. ثانيا تمتين أواصر الصداقة بين الأمم والشعوب، نشر ثقافة السلام، أيضا تشجيع التميز والإبداع، تشجيع المثقفة الناضجة بين الثقافات المتنوعة، إغناء المكتبة العربية بالمؤلفات العالمية، وكذلك إغناء المكتبات العالمية بالمؤلفات العربية، ورفع مستوى الترجمة والتعريب على أسس الجودة والدقة العلمية والفكرية. هذه هي أهم الأهداف. نعم. هل لها أفرع هذه الجائزة خارج قطر؟ لا، الجائزة تأسست في الدوحة في عام 2015، وهي مقرها الأساسي في قطر.
نعم. إذا بنتكلم إحنا عن الجائزة بحد ذاتها، اللغات اللي ممكن يتم عليها الترجمة، إحنا شفنا أن كذا دورة كانت مأخوذة من لغة معينة تختلف بعدها الدورة اللي بعدها، فعلى أي أساس يتم اختيار اللغات؟ شلون يتم تطبيق هذه الجائزة؟ بنتكلم عن بروسيجر يتم فيها المتسابق يدخلها في هذه الجائزة. نعم، سياسة الجائزة، منهج الجائزة، فلسفة الجائزة تختلف عن الجوائز الأخرى في مجال الترجمة، لأنها لا تركز على لغة واحدة. نعم، الجائزة تؤمن بأهمية التركيز على اللغة ذات الإنتاج الترجمي وفير بينها وبين اللغة العربية مثل اللغة الإنجليزية. لذلك اللغة الإنجليزية ثابتة في أساسية. كل عام لا ترجمة من العربية للإنجليزية والعكس، هذا ثابت في كل عام. يوجد حجم إنتاج كبير يجب أن يغطى، لكن إلى جانب ذلك أيضا تؤمن الجائزة بأهمية الاهتمام بالثقافات الأخرى اللي بينها وبين اللغة العربية عملية مثقفة ناضجة وتاريخ طويل من الإنتاج. فلذلك الجائزة منهجها يقوم على تنويع اللغات في كل عام مع ثبات اللغة الإنجليزية. ففي العام الأول بدأنا باللغة التركية، وأيضا يعني لغات كثيرة منها الإسبانية والفرنسية والألمانية والصينية والفارسية والروسية. في لغات كانت صعبة شوية، هي بالنسبة لنا إحنا هتكون لغات صعبة، لكن بالنسبة لأهلها ما هي، لا يعني هي ليست لغات صعبة طبعاً. واللي يهمنا إحنا في هذا الموضوع هو العلاقة يعني أو حجم الإنتاج الترجمي بين هذه اللغة وبين اللغة العربية. هذه بالنسبة لفلسفة الجائزة تقوم على تنويع اللغات في كل عام وعدم يعني التركيز على لغة واحدة فقط. بالنسبة يعني لماذا نختار مثلا أو كيف نختار هذه اللغات، الاختيار يقوم على أساس أمرين، إما حركة ترجمة نشطة جدا في هذا مثلا في هذه البلاد فتحتاج إلى المترجمين يحتاجون يعني إلى التكريم والتقدير، أو حركة ضعيفة فيحتاج أيضا المترجم إلى التشجيع حتى يستمر في الإنتاج الترجمي. نعم دكتورة، ماذا حققت هذه الجائزة من أهداف منذ طلاقها محليا ودوليا؟ طبعا الجائزة مثل ما ذكرت منذ قليل قامت بما يشبه حركة البعث في روح الترجمة. نعم. الترجمة في العالم العربي هي تتسم بالضعف، لذلك كان لابد من تنشيطها، فكان لجائزة الشيخ حمد دور مهم في تنشيط حركة الترجمة في العالم العربي، وذلك لأنها لا تعتمد فقط الترجمة مثلا من الإنجليزية إلى العربية أو من أي لغة أخرى إلى العربية، إنما أيضا من العربية إلى اللغات المتنوعة. فبذلك أصبح للمؤلف العربي أيضا يعني المؤلف العربي قيمته. أيضا ما قامت به الجائزة ليس فقط على مستوى الترجمة، حتى على مستوى المؤلف، لأن من أهم معايير التحكيم التي تعتمدها جائزة الشيخ حمد أن يكون للعمل المرشح قيمة في الثقافة المترجم منها وفي الثقافة المترجم إليها. فهذا يعني يجعل العمل له قيمة في الثقافتين، وغير ذلك أيضا يجب أن يكون العمل نفسه قوي، المؤلف نفسه قوي حتى يعني يحظى بالفوز. فكرة وايد جميلة وحلوة، وتشجع حتى الكتاب أن يكون حسنتي. عندهم تأليفات نعم. مستوى رفيع يقدرون أنهم يشاركون فيها في هذه الجائزة، وتترجم إلى لغات أخرى ممكن تساهم حتى في انتشار الكاتب بالضبط. هذه الجزئية مهمة جدا، أنها تشجع ليس فقط المترجم، إنما هي أيضا تشجع الكاتب نفسه، الكاتب الذي يتمنى يكون كتابه أو يحظى كتابه بأن ينتقل إلى طبعاً. لغات أخرى ويحظى بالفوز نعم. في جائزة عالمية ويتعتبر الأولى عالمية، ويحظى بقراء جدد من مختلف الثقافات بالضبط. والدول نعم. نعم يعني أنا اليوم ودي أتكلم إنه هل اللي المترجم نفسه يقدر يشارك كل عام مسموح له؟ طبعا من عندنا شروط نعم. من بين هذه الشروط أن المترجم إذا فاز، في حالة فوز المترجم لا يستطيع المشاركة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ فوزه. ممتاز. لكن إذا ما فاز يقدر يتقدم يقدر. كل عام. حلو. طيب الفوز، احنا بنتكلم عن الفوز، ما بعد الفوز شنو ممكن انه هو يحصد في هذه الجائزة؟ الحقيقة هو دور الجائزة يتوقف عند عملية الفوز. ما بعد الفوز من عمليات تسويق أو عمليات نشر العمل أو أي عمليات أخرى، هذه ترجع لصاحب الشأن. نعم. يعني هو يعني يتصرف كما يشاء. ومشاركته في حد ذاتها في هذه الجائزة
يعني انتشار للعمل. الجائزة تقوم على يعني أسس معينة تحكمها معايير معينة، فالعمل الذي سيفوز بهذه الجائزة هو عمل محكم من قبل محكمين متخصصين في مجال الترجمة. منو يتضمن لجنة التحكيم؟ تتضمن منو؟ محكمين متخصصين في مجال الترجمة من أساتذة الجامعات من الدول المعتمدة، يعني حسب اللغة المعتمدة يكون المحكم من هذه الدول، وتعتمد طبعا معايير معينة. نعم طبعا. اليوم إذا بنتكلم عن هناك أكيد قيمة تقدم، قيمة مادية لهذا الفائز، نتكلم عن الجائزة اللي يحصدها. نعم القيمة المالية. نعم. الإجمالي هو عبارة عن $2 مليون تتوزع على هذه الفئات الثلاث. الفئة الأولى، وممكن نتكلم بشكل بسيط عن الفئات الثلاث. نعم. عندنا الفئة الأولى وهي فئة الكتب المفردة، وهذه عبارة عن كتاب مترجم ويعني يحصل على يفوز يحصل على الجائزة. الفئة الثانية فئة الإنجاز، وهي عبارة عن تقدم لمن قدم إسهاما متميزا في مجال الترجمة على مدى فترات زمنية طويلة. الفئة الثالثة أيضا فئة إنجاز ولكن للغتين الرئيسيتين. نعم. الإجمالي عبارة عن $2 مليون تتوزع على الفئات الثلاث. ممتاز. الفئة الأولى $800,000 والفئة الثانية $1,000,000 والفئة الثالثة عبارة عن $200,000. مبالغ ضخمة اليوم، يعني حلو الواحد أن يكون في هناك جائزة يحصدها وينتشر كتابه في لغات مختلفة ويحقق حلم بالنسبة له كبير وينتشر إلى مجاميع ودول كثيرة، وبنفس الوقت يحصد على مبلغ مادي مبلغ مو سهل، نتكلم عن $2 مليون مبلغ ضخم. فيعني شيء جدا جميل الفكرة هذه، اليوم التشجيع يكون يعني معنوي ومادي بنفس الوقت، وخاصة أنه يعني في بعض المؤسسات، لأن هي الجائزة أيضا ليست جائزة لأفراد فقط، أيضا المؤسسات تستطيع أن تشارك. يعني بعض المؤسسات أيضا بعض الأفراد تقف مسألة المالية هذه عائق معهم عن عملية الاستمرار في الإنتاج الترجمي. صحيح. فتأتي هذه الجائزة أيضا كدعم طبعا للاستمرار في هذه العملية. طبعا أكيد فعلا يمكن الواحد يأخذها من جانب ثاني غير التسويق للكتاب، غير الانتشار وغيرها، والجائزة المالية اللي ممكن هي فعلا تحفز الكتاب بشكل كبير. المشاركين من وين ممكن يكونون؟ هم المشاركين يعني من كل دول العالم، يعني حسب اللغات المطروحة. احنا من عام 2015 حتى هذا العام تقريبا يعني غطينا كل قارات العالم، فتتنوع الجنسيات والمشاركين بحسب اللغات المطروحة في كل عام، فيمكن نقول ان المشاركين من كل دول العالم. تأيدين ان بعض او نقدر نقول في دول معينة اجنبية عندهم ثقافة الكتاب بشكل اكبر من الدول العربية، بمعنى مثلا نشوف أمريكا في كثير من الناس لو حصلت لأي قصة أو حدث وغيره كتب له كتاب، ممكن أنه هو يساهم أنه هو يلهم الأشخاص الآخرين فيه. وهم إحنا ما نبي نغض البصر عن التعداد السكاني الكبير والمقارنة اللي تكون ما بينهم، فالمشاركين في الغالب عليهم أجانب أم ممكن يكون العرب بعد مشاركين فيها؟ تقصدين المشاركين في الترجمة؟ مشاركين في هذه الجائزة. أنا مثل ما قلت لك يعني هو في مشاركين من العالم العربي، لأن الجائزة هي عبارة عن من يعني تدعم فئة أو يعني تعتمد فئة الترجمة من العربية وإليها. نعم. فيوجد طبعا مترجمين من العالم العربي طبعا، ويوجد أيضا مترجمين من العالم الآخر، لكن إجمالا حركة الترجمة في العالم العربي هي أقل من حركة الترجمة في الدول الغربية. فيعني احنا يعني ما نبي نقارن، لان هي المقارنة اكيد، بس انا اتوقع في السنوات الاخيرة بصراحة، يعني في السنوات الاخيرة وحتى من خلال المشاركات اللي تردنا، يعني احنا نلاحظ ان في نشاط وفي انتباه لحركة الترجمة وفي نشاط في هذا. وهذا اليوم دوركم، يعني تكونون مشكورين لدعم هذه الحركة في دولة قطر وجائزة الشيخ حمد. ماذا تعني لكم الكويت كمركز ثقافي واعلامي؟ الكويت من ستينات القرن الماضي وهي منارة يعني منارة ثقافية. الكويت نقدر نقول عنها أن هي يعني رائدة التنوير الفكري. نعم. وصانعة الوعي
العربي، ما راح أقول الخليجي، لكن هي صانعة الوعي العربي من المثقفين اللي ما تأسس عبر مثلا مجلات الكويت، مجلة عالم الفكر، سلسلة عالم المعرفة، مجلة الكويت من أقدم المجلات، مجلة العربي، يعني من هو المثقف اللي ما تأسس ثقافيا وفكريا من خلال هذه المجلات. هذا لو تكلمنا عن جانب مثلا القراءة، تعالي أو يعني خلنا نتكلم عن جانب المسرح مثلا أو جانب الدراما. يعني في الخليج العربي رواد المسرح يعني كانوا من الكويت، رواد الدراما. الجميل أيضا أن هذا الخط الريادي أنا من وجهة نظري أنه صار في مسار الصحيح ونضج، لأن في بعض الدول الخط الثقافي عندها كان ناضج، كان في نضج ولكن خفت. يعني بدون ما نشير إلى أي يعني أكيد في بعض الدول كان هذا وضعها، لكن الكويت هي كانت رائدة في المجال الثقافي ولكن استمرت في هذا المجال الريادي. ومثل ما قلت لكم من شوي، اللي يتابع حركة الثقافة في الكويت في السنوات الأخيرة، وبس زيارة لمعرض الكتاب، أنا أقول لك زيارة لمعرض الكتاب في السنوات الأخيرة، راح يعني يتثبت من هذه الجزئية إن ما زالت الكويت تمارس نفس الدور الريادي الثقافي. وحتى أنا ما راح أقول بصراحة على مستوى الخليج، يمكن أقدر أقول بشيء من الثقة إن على مستوى العالم العربي. طبعا أكيد الواحد يتشرف في هذه الإشادة الجميلة من حضرتك الدكتورة حنان الفياض، ونتمنى بصراحة أن يكون بشكل كبير الكتاب يشاركون في هذه الجائزة، وليس للفوز فيها وإنما لموضوع الانتشار فيها، للتشجيع لموضوع الترجمة بشكل كبير، واللي فعلا يحتاج مثل ما ذكرتي أثناء الحديث أنه يحتاج لتسليط الضوء بشكل أكبر عليه. يعطيك العافية، نورتينا اليوم، ونبي نأخذ منك كلمة أخيرة تختمي فيها. والله أنا الكلمة الأخيرة اللي بأقولها أني أنا سعيدة جدا بوجودي بينكم في الكويت، سعيدة الصراحة في أني أنا أشوف شباب وشابات الكويت بهذا الألق الثقافي، في ألق ثقافي واضح، وأتمنى أن هو يستمر، وأتمنى أن العدوى هذه عدوى التألق الثقافي تنتقل لكل يعني دول الخليج وللعالم العربي كله. نعم، احنا طبعا نتمنى لكم التوفيق في كأس العالم وهذا التنظيم الجميل، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الجوائز وهذه يعني الحث على الثقافة والقراءة. انتم يعني الان تصنعون المستقبل فيما تقدمون، نتمنى لكم كل الشكر والتوفيق. شكرا للدكتورة حنان الفياض، مستشار اعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. مشاهدينا على الخير والمحبة، التقينا على الخير والمحبة، نودعكم، فمان الله، تصبحون على ألف خير.